كان وقت صعب جدا يعني، حتى الكلمة نفسها كانت موضوع انه عنده سرطان او كانسر، كانت صعبة جدا جدا علينا كلنا. هي كانت اصعب لحظة بالنسبة لي لما عملنا التحليل سي بي سي صعب. كنت هاخد نفسي وانط من الشباك. اتعرف بحضرتك؟ انا اسمي احمد عويس، عندي 32 سنة، من الفيوم، وده ابني ياسين، جايين نعالجه هنا في مستشفى 57. احنا جينا هنا من شهر 6، والحمد لله الحمد لله في تحسن كبير جدا جدا في صحته، تحسن يعني. وعنده كانسر؟ هو لوكيميا حادة في الدم، علاجها بيتروح من 3 سنين يعني. انت اكتشفت ان هو عنده لوكيميا؟ احنا اكتشفنا ان ما كناش اصلا نعرف الموضوع ان هو عنده لوكيميا او سرطان او حاجة. فهو كان دايما بيسخن كتير، يعني حرارته دايما تبقى 40 ما بتنزلش. كشفنا له بره، فكان في طبعا بتظهر عليه اعراض ان هو كرات الدم بتبان على جسمه، في نقط زرقاء بتبان على جسمه، بيبقى دايما فاقد الشهية، ملوش نفس لأي حاجة. كان دايما يعني حالته ما كانتش طبيعية، يعني قلقنا اكتر. فلما جينا عملنا له صورة دم عندنا في المستشفى الجامعة في الفيوم وكده، فقالولنا انه لازم يتحول ل 57. يعني الحمد لله يعني كان وقت صعب جدا يعني، حتى الكلمة نفسها كانت موضوع انه عنده سرطان او كانسر، كانت صعبة جدا جدا علينا كلنا، ما كناش متخيلين. بس يعني هو الحمد لله طبعا على كل حال، وفي رضا تام وقناعة بقدر الله طبعا وقدره. واحنا لما جينا هنا بصراحة يعني في يعني اهتمام غير عادي، عناية، رعاية، التزام، يعني معاملة كتير كتير مختلفة عن اي مكان برا. اهتموا كتير قوي بحالته لحد ما الحمد لله يعني واسين كان نسبة السرطان عنده 97%. 97%؟ 97%، فهي تشخصت على سواء لكم يا حدة على بناء على النسبة دي. فيعني الحمد لله عملنا حاجة اسمها بزل، فهو ده البزل اللي بيبين النسبة عنده قد ايه. يعني احكي لي عن وقت كده، يعني انت حضرتك عرفت ان هو عنده لوكيميا، فهنبتدي بقى رحلة عليك في 57، وحضرتك اصلا من الفيوم. بتيجي من الفيوم كل قد ايه؟ وقت ما بدا ياخد كيماوي؟ احنا جينا هنا كان طبعا احنا كنا في قائمه انتظار، فهم برضو يعني كتر خيرهم ما طولوش علينا بصراحه يعني. فلما جينا هنا يوم 17/6 عملنا بزل، بعدها ما فيش يوم او يومين اتصلوا علينا لازم تجيب الولد بسرعه. فالحمد لله هي كانت يعني الموضوع بالنسبه لنا كان صعب جدا يعني بصراحه يعني. وطبعا كانت فترة علاج الجرعة الأولى كانت 42 يوم، فالحمد لله يعني الحمد لله يعني كان الحالة بتتحسن كتير جدا. يعني احنا طلعنا كمان، خرجنا يعني خدنا إذن خروج قبل ال 42 يوم ما يخلصوا. الحاجة الجميلة في المستشفى موفرنا يعني راحة غير عادية بالنسبة لنا، في دار ضيافة تبع المستشفى بدل ما نروح ونجي كل شويه في السفر. في الورشه هنا يعني في ده مع محاضرات لاولياء الامور، ازاي ان احنا نتعامل مع المرض، ازاي ان احنا نتعامل مع اولادنا، ازاي ان احنا نتعامل ونتاقلم على الجو بتاعنا. ايه اصعب لحظه شفت فيها ابنك؟ هي كانت اصعب لحظه بالنسبه لي لما عملنا التحليل سي بي سي، بس ده يعني عندنا يعني في الفيوم مستشفى الجامعه وكده، والدكتور قالت لي يعني عنده سرطان. ان شاء الله يبقى كويس وهيتحسن. الحمد لله يعني مرينا بالصعب كله الحمد لله. انا
عندك برضو يعني امل في ربنا؟ لا الامل موجود والله، والرضا والقناعه وكل حاجه موجوده والله. ما احنا مؤمنين بالله وعارفين الايمان بالله، ان احنا بنرضى بقضاء الله طبعا خيره وشره طبعا. الحمد لله احسن يعني، احسن بكتير عن الاول، فده اللي مطمني يعني. توجه له كلمه، وقعد شقي جدا على فكره. انا اوجه له كلمه ان انا يعني ما اقدرش اعيش من غيره. انت قلت لي ان ده مجسم ايه الاول؟ ده 57 عشان انا بحبهم، عشان خففوني وخففوا اصحابي. انت بتحب المستشفى وعمل لها المجسم؟ بحب عشان انا مثلي، عشان خففتني وخلت المرض الوحش ما يرجعليش تاني. انت عارف ان انت عندك مرض وحش؟ ايوه. لما قالوا لك ان انت عندك كانسر وهتقعد في المستشفى شويه، انت كنت حاسس بايه؟ كنت حاسس لو هو عادي ما فيش مشكله، ولا كنت متضايق؟ كنت متضايق. كنت هاخد نفسي وانط من الشباك. بس دلوقتي الدكاترة قالوا ان انت بتتحسن، يعني المرض الوحش من عندك الدكاترة بيقولوا ان هو بيقل بيخف. الحمد لله. انت عشان كده مبسوط وعملت بقى بالمكعبات مستشفى 7؟ هي الحقيقة 57، بس انا سميتها بعد كده غيرت رأيي. انت نفسك تلعب مع اصحابك اللي هم في كيجي، ولا انت هنا خلاص بقى ليك صحاب؟ دلوقتي بقى ليا صحاب. تقول ايه لبابا عشان هو كان زعلان من شوية وبيعيط وكده، تقول له ايه؟ تخاف هو بقى كويس وخف. ربنا يحميه يا رب. شكرا حضرتك جداً.